اهلا بحضراتكم مشاهدينا من جديد. هنتكلم في مواجهتنا الاخيره عن احتفال الامه العربيه والاسلاميه بذكرى المولد النبوي الشريف. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي القى كلمه بمناسبه ذكرى المولد النبوي، ذكر فيها الشكل اللي المفروض نكون عليه عشان نتحلى بالاخلاق اللي اشار اليها الدين. الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد في كلمته على رفضه القاطع لاي اعمال عنف او ارهاب تصدر من اي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين، وقال ان جوهر الدين هو التسامح. خلينا نتعرف مع حضراتكم على أهم الرسائل اللي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمة العربية والأمة الإسلامية مع ضيفي اللي منورنا طبعا في الاستوديو الكاتب الصحفي دكتور عبد الحليم أنديل. أستاذ عبد الحليم، في البداية برحب بحضرتك. الله يخليك. يعني خليني أبدأ من حضرتك، رسائل كتير بعث بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته النهاردة، من وجهة نظر حضرتك إيه الرسالة اللي ممكن نقول أنها تحمل الرقم واحد أو الرسالة الأهم من خلال قراءتك لكلمة الرئيس النهاردة؟ يعني الرسالة الأهم في تقديري هي الإشارة إلى التطرفين إنجاز التعبير. يعني بمعنى أنه موضوعيا يعني هذا اليمين الغربي عموما بما يحمله من مواريث عنصرية وعدوانية واستعمارية ودموية، يعني هذا اليمين يعني قتل مئات الملايين من الناس خلال فترة الاستعمار، يتكامل موضوعيا في العلاقة بالإسلام، العلاقة بالضد من الإسلام مع اليمين الديني في منطقته وفي قلبه جماعات الإرهاب أو جماعات التفجير فالتكفير. المعنى أنه هذا اليمين الغربي عموما فرنسي أو غير الفرنسي، يعني ماريان لوبين أو حتى بعض إشارات ماكرون، هذا اليمين يقوم بعدوان على الإسلام، عدوان على سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وعدوان على الإسلام عموما. أيضا اليمين لدينا في العالم الإسلامي وفي العالم العربي في قلبه وفي مصر طبعا وفي غيرها بيقوم بتغذية هذا اليمين الغربي، يعني في نوع من التكامل بين اليمينين، اليمين الديني لدينا واليمين الغربي لدى أوروبا أو لدى أمريكا، في تكامل، في ماكينة واحدة بالقصد أو بدونه منتجها هو الإساءة للإسلام. بمعنى أكثر وضوحا أنه الكلام عن مثلا تكرار نشر رسوم مسيئة للرسول، هذا أمر متكرر، كلنا نذكر رسوم الدنماركية في 2006 والحملات الهائلة باسم الدفاع عن النبي ومقاطعة المنتجات الدنماركية وغيرها، هي لم تؤدي إلى شيء، إلى ضرر الاقتصاد، هي أدت ببساطة خاصة حين تطور الأمر إلى نشر مثل هذه الرسوم في شارلي إبدو قبل سنوات، ثم إعادة نشرها في الأسابيع الأخيرة وترويجها واعتبارها جزءا من حرية التعبير في التقاليد الغربية، استتبعت ظاهرة الشاب الشيشاني قاطع الرأس الذي قطع رأس المدرس الفرنسي. طبعا لا يمكن لدين كالإسلام أن ينتشر بقاطع الرؤوس. صحيح. غالب المسلمين الموجودين على المعمورة الآن وكتلتهم الغالبة في آسيا وصلهم الإسلام عبر التجار المسلمين، عبر سماحة الإسلام وعدالة الإسلام وصدق الإسلام ونهيه عن الكذب والغش، وليس بالسيف أو بالسيوف أو بالقطع الرؤوس كما يقال. فهنا يمكن هذا التكامل الموضوعي بين اليمين الديني عندنا واليمين الغربي قائم في كل الأحوال، هي ماكينة واحدة تفيد وتستفيد. بمعنى أكثر وضوحا حين نراقب مثلا بعض ردود الأفعال في المنطقة متمحورة حول أردوغان والإخوان على سبيل المثال، بنكتشف رغم علو نبرة الشعارات عن النبي محمد خط أحمر وسيرة النبي إلا رسول الله أنها في جوهرها إلا أردوغان. يعني القضية تحولت أو زورت قضية الدفاع عن النبي وتحولت إلى قضية الدفاع عن أردوغان. وفي الممارسة سوف تجدين ذلك ناطقا. معروف من هنا يا أستاذ عبد الحليم كانت كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن على كل من يعيش في المجتمع أن يحترم قيم ومبادئ المجتمع ده، وأن المروءة والخلق الحسن هو ليهم السيادة إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. هل الرسالة هنا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة لمن ترسل؟ طبعا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي من عاداته، وهذا أمر
يعني مقدر، لا يشير في العادة إلى أسماء جامعات ولا إلى أسماء صحيح. دول ولا أسماء قيادات. أنا يعني أنا هنا يعني أتحدث عن التطبيقات الفعلية المرئية. يعني لما تيجي مثلا تلاقي أنه بين فرنسا وتركيا ما صنع الحداد وما لم يصنع سياسيا من ليبيا إلى شرق المتوسط إلى غيرها، لما يجي الكلام أو وقوع الخطأ الفاحش الذي وقع فيه ماكرون بحق الإسلام وربطه بالإرهاب وهذه ضلالة، أردوغان هنا لا يتصدى للدفاع عن سيرة النبي، هو يريد أن ينتهز الفرصة بصورة برجماتية على طريقة اللي تغلبه العبه للترويج للمنتجات التركية. ولذلك تجدين حملة المقاطعة بتقول إيه؟ قاطعوا المنتجات الفرنسية واشتروا المنتجات، واشتروا المنتجات التركية على خلفية أنه كان في حملة سياسية الطابع في بعض الدول العربية خاصة في السوق السعودي وهو أكبر الأسواق العربية من حيث القوة الشرائية ضد المنتجات التركية. فهنا الأمر استثمار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وسيرته العطرة واستثمار الإسلام في الترويج التجاري هو جوهر عملية الاتجار بالإسلام. لأنه لو افترضنا جدلا أن السيد أردوغان الذي يسميه البعض خليفة المسلمين هو فعلا له علاقة بالإسلام كان طبقه في بلده. صحيح. هو ليس جديدا، بعض المشايخ المأفونين يقول لك أن الرجل جاء إلى بلد بعد بها العهد عن الشرع الإسلام. لنتقبل هذه المقدمة، لكن الرجل قائم في الحكم من 18 سنة، يعني ليس جديدا على الحكم، ولا تزال تركيا هي أكبر سوق دعارة في الشرق الأوسط. فالكلام من هذا النوع كلام لا يقف على أرجل صحيحة، إنما في الجوهر الإرهاب إرهاب. يعني رئيس سيسي أشار ضمنا إلى أنه الإساءة وما اسمه جرح مشاعر المسلمين المليار ونص أو أكثر، طبعا هم أكثر، يعني عدد المسلمين في العالم الآن يكاد يناهز الملياري مسلم. فهنا قال إن ده إرهاب كالإرهاب الذي يصدر من عندنا. فالفكرة الأساسية الخلاص من الإرهابين. ونقطة تانية أود أن أضيفها إلى أنه فكرة نحن والغرب أصبحت فكرة قديمة جدا. يعني إحنا عشنا أجيالا وراء أجيال وكتابات ومؤلفات وإلى آخره كلها تدور عن فكرة حول فكرة جوهرية هي سيرة العرب والمسلمين مع الغرب. وهي سيرة طبعا دموية في كثير من مراحل وصول الحروب الصليبية ومراحل الاستعمار والاحتلالات وغيرها. وكنا دائما نقيس الأمر على النحو التالي، أن الغرب هو مركز الأنوار ونحن نريد أن نقفز إلى هذا الغرب، فهل ننغمس فيه أم نتوافق نحدث توافقا بين ثقافتنا الذاتية وثقافة العصر وإلى آخره. كل هذه المناقشات أصبحت وراءنا لم تعد أمامنا. ليه؟ لأنه الغرب الآن تحول يعني في مرحلة كبيرة جدا في الخمسة قرون الأخيرة منذ سقوط غرناطة واكتشاف الأمريكتين كريستوفر كولومبوس وغيره، كان مر العالم بالمراحل التالية. أغلب هذه القرون الخمسة كانت عبارة عن مرحلة سيادة الغرب اللي هو الغرب والباقي، الغرب مركز الأنوار، مركز التقدم، مركز التصنيع، مركز إنتاج نظريات الأدب يعني والثقافة. هل من هنا إحنا أما نحن فقد كنا مشتلبين وتحت سيادة الغرب. طيب الآن ثم بعد يعني لو سمحت لي بس أكمل هذه الفكرة، بعد الحرب العالمية الثانية التي مثلت إنهاكا داخليا لهذا الغرب قتل فيها 60 مليون قتيل، وقبلها الحرب العالمية الأولى التي قتل فيها ملايين أخرى، وقبلها الحروب الدينية في هذا الغرب الذي بالمناسبة يعني الذين يصورون ما يجري في العالم العربي الآن من داعش وأخواتها لا يتذكرون ما جرى في الغرب من حروب دينية وحروب بين الكاثوليك والبروتستانت وحروب 30 سنة وحروب 100 سنة سقطت فيها مئات الملايين من الناس. فالفكرة الأساسية هنا انه بعد مرحله سياده الغرب كان في مرحله اسمها تحدي الغرب في تقدير بعد الحرب العالميه الثانيه، انتشرت حركات التحرير الوطني عندنا وعند غيرنا. ثم بعد ذلك ربما من اواسط السبعينات الى الان دخل العالم في مرحله اسميها تجاوز الغرب. يعني ايه تجاوز الغرب؟ يعني انتقال مركز القوه الماديه والتكنولوجيه من الغرب الى الشرق بالظاهره الصينيه وغيرها. من هنا اصبح الغرب جزءا من العالم المتقدم وليس في اوله، واحنا الان بنعيش في عصر الزحف الصيني. فكم من الكتابات مثلا على سبيل المثال بتهتم
بعلاقات الصين بالعالم الإسلامي، لازلنا ممعنين في هذا التخلف الذي يتصور حتى عند متنورينا إنه الغرب ده هو الشيء المرغوب. فهنا هذا التكامل بين الإرهابين وبين التطرفين هو تكامل موضوعي قائم في الممارسة، لأن الممارسة أهم من الكلام النظري للطابع العموم. وبرضو فكرة ده بيتطلب وعي كبير برضو من المواطنين يا أستاذ عبد الحليم، يعني والوعي ده هل بيتطلب تضافر وتنسيق بين المؤسسة يمكن التربوية، المؤسسة الثقافية وغيرها، المؤسسة التعليمية وغيرها؟ يعني بوجهة نظر حضرتك إيه اللي ممكن نحتاجه دلوقتي في مصر عشان نقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجية؟ قضية الوعي قضية مهمة جدا. احنا لدينا أكبر مؤسسة أو أكبر جامعة دينية في العالم هي الأزهر الشريف. صحيح. مواقف الأزهر الشريف ومواقف شيخه الحقيقة رائعة في هذا المجال، ووصلت لخلاصات عملية واضحة، ليس الاكتفاء بالدفاع الواجب عن سيد المرسلين. صحيح. وعلى أساس سيرة الإسلام التي تعتبر أن الإسلام دين الخاتم، وأن احنا لا نفرق بين أحد من رسل الله، ومن ثم فإن لدينا في ثقافتنا الذاتية حساسية ورفض ليس لمجرد المساس بسيرة نبي محمد، بل المساس بسيرة أي نبي. صحيح. أو أي كتاب. هذه الثقافة ليست موجودة في تاريخ الغرب الذي حول المسيحية إلى نوع من الوثنية، والاحتفال بالسيد المسيح كلعبة أطفال يعني. وثن يتعبدون به. هنا الجزء الجوهري في الوعي. الوعي ليس فقط وعي المؤسسات الدينية. يعني أنا أكثر من مرة ركزت على فكرة أنه تريدون تجديد الخطاب الديني؟ نعم. الخطاب الديني سوف يظل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، سوف يظل عرضة لأكثر من تفسير، تفسير رجعي وتفسير تقدمي بحسب المرحلة. لكن الجوهر الذي يجعل من الممكن ترجيح التفسير التقدمي، هنا ما نتكلمش عن أساس الدين، ما نتكلمش عن نصوص قطعية الورود قطعية الدلالة، لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المشرفة، احنا بنتكلم عن ما يلي ذلك من مدارس الفقه ومن التراث ومن التأويلات وآخره، وكلها أوضاع بشرية لا تلزم أحدا بصفة دينية، وضمنها فكرة الخلافة نفسها. الخلافة ليس لها أي أصل ديني، هي مجرد ممارسة دنيوية بشرية مرت بعهود ازدهار وعهود انحصار ثم عهود دنس وتخلف إلى أبعد مدى، كما عصر ما يسمى الخلافة العثمانية. إنما الجوهر في إن احنا نقيم تفسيرا تقدميا هو أن نجعل الأوضاع على الأرض، يعني الإسلام القيم الأساسية فيه هي العدالة والمساواة والتوحيد. ما لم تقم العدالة لازم الإسلام يتحول من نصوص ومن دعوات على المنابر ومن مؤتمرات وإلى آخره وإلى آخر هذا الكلام إلى ممارسة. تريد تجديد الخطاب الديني، جدد في حياة الناس. لا تستطيع أن تخاطب الناس بأسلوب مختلف ما لم تجعل حياتهم مختلفة. لأنه في حتى في التراث الإسلامي الذي هو تراث بشري صار القول المعروف أنه الدولة العادلة حتى ولو كانت كافرة أفضل من الحاكم المسلم لو كان ظالم. هي ده، هذا هو جوهر الإسلام. طيب أنا عايز عشان أتكلم عن أي تجديد، أنا بحترم جدا كل الذين يتوجهون بخطابهم في أي اتجاه. طيب بس أنا عايز أستثمر وقتي مع حضرتك، عايز أتكلم معك على مجرد إنه مؤتمرات وبيانات وندوات، أن تتحول المسألة إلى بيزنس تجديد ديني، مش ممارسة حقيقية في تجديد التفسير الديني. لابد أن تجدد الحياة. بما إن إحنا بنتكلم عن الدين، جماعات الشر اللي حضرتك عارفهم اللي بيحاولوا يستخدموا الدين كسلاح زي ما حضرتك كنت لسه بتتكلم، يمكن في موضوع كان مهم معانا النهارده بنتكلم فيه، وهو في محاولة إن هم يبرروا العنف داخل الجماعات الإرهابية دي. يمكن يوسف القرداوي كان ليه اعتراف بإن الجماعة دي مارست عنف نفذت سلسلة من الاغتيالات. اعتراف يوسف القرضاوي باعتراف بهذا الحجم يا أستاذ عبد الحليم، حضرتك إزاي بتشوفه؟ اعتراف يوسف القرضاوي جاء بعد ثورة 2011. تصور يوسف الشيخ يوسف القرضاوي أو يوسف القرضاوي أو الفقيه، أنا لا أريد يعني أن أحول المسألة إلى مسألة شخصية. السيد يوسف القرضاوي كان عضوا في جماعة الإخوان وادعى أنه خرج منها، ونظر إليه وقتا طويلا كمرشد روح لجماعة الإخوان. لماذا بعد 2011 اعترف مثلا بأنهم فعل بفعل دبروا محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في ميدان المنشية في 26 أكتوبر 1954؟
سبب بسيط جدا، هو أنه تصور أن الإخوان وصلوا إلى مرحلة التمكين وهيفضلوا 500 سنة يحكموا هذا البلد وربما العالم من بعده. اطمن فدلد يعني. الرجلي اطمن وقال لك أقول لكم بقى خد بالك أن هذه الفكرة تحديدا اعتبار أنه حادث المنشية مفتعل من قبل جمال عبد الناصر وأصله ما حصلش وكذا، كانت أشبه بالمقدسات داخل جماعة الإخوان المحرمات. فهو ببساطة قال لك ولا يهمنا بقى، احنا نقول اللي حصل هم خلاص احنا انتصرنا. فالكلام عن عبد الرحمن السندي وفايز وإلى آخره والسيد فايز يعني هذا كلام معلوم جدا. الفكرة الأساسية انه التكفير يؤدي بالطبيعة إلى تفجير. قبل يوسف القرضاوي نفسه، يوسف القرضاوي اعتبر الوقت طويل أن الشيخ محمد الغزالي هو شيخه رحمه الله. الشيخ محمد الغزالي حين خرج من جماعة الإخوان جرى تكفيره. ليه؟ لأنه بيعتبر أن هذه جماعة المسلمين، بمعنى أن اللي بيخرج منها يبقى كفر، وهذا والفكرة دي فكرة وثنية تماما. لأنها تصور حسن البنا كما لو كان نبيا بدلا من النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا كلام تجديف، أنا لا أريد أن أكفر أحدا، الإسلام صحيح الإسلام لا 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 لا, لا يعطي رخصة لفكرة التكفير المجاني. ونبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام تنبه أو نبه مبكرا لفكرة الغلو والتطرف والاجتزاء، وقال قولته هذا الدين يسر لا عسر فيه، وما شد احد هذا لو هنتكلم عن الاسلام بيعطي ده الاسلام. فالفكره الاساسيه في ايه يا استاذ عبد الحليم؟ هو زي ما حضرتك قلت ما فيش اسلام بينتشر بقطع الرؤوس، ما فيش اسلام بيحلل التكفير بشكل علني وغيره. يمكن لما حضرتك اتكلمت دلوقتي عن السيد فايز والسندي بشكل عام، فكره الدمويه والغدر والخيانه اللي موجوده في قلب ومنهج الجماعه دي، يعني ازاي حضرتك بتشوفها؟ هذا التكفير يؤدي الى التفجير، بمعنى أنا حين أغرس في ذهن فرد معين، أولا الفكرة الأساسية هي فكرة أن الخلافة أصل من أصول الإسلام، وبنسمى سقوط دولة الخلافة أو ما تسمى دولة الخلافة وانتهاءها في 1924 هو نهاية الإسلام ذاته. اثنين أنه أفكار قديمة طورها فقهاء ما يسمى السياسة الشرعية في التاريخ الإسلامي، أنه في دار إسلام ودار حرب، ودار الإسلام هي التي يجلس فوقها الخليفة وأنه الباقي دار حرب. طبعا الإمام الشافعي كما ذكرت من قبل قال أنه الوطن الذي يحكمه مسلم وتؤدى فيه شعائر الإسلام فهو دار إسلام ودار سلام، الوطن الذي يحكمه غير المسلم وتؤدى فيه شعائر الإسلام فهو دار إسلام ودار سلام، الوطن الذي كان المسلمون يحكمونه كالأندلس مثلا وخرجوا منه هو دار إسلام ودار سلام، الوطن الذي يمكن أن يؤدي فيه أي مسلم شعائره هو دار سلام. لو تأملنا التقسيم الرباعي للإمام الشافعي قبل قرون سنجد أن العالم كله تحول إلى دار سلام، عدا طبعا فكرة العدوان والاحتلال. عندنا وعند غيرنا ومن حقنا ومن حق غيرنا أن يقاوم الاحتلال كما حال احتلال فلسطين بكل الوسائل وإلى أبعد مدى. إنما الفكرة الأساسية هي دي. فهو يريد أن يقول لك أنه منذ سقطت دولة الخلافة إحنا بقى ما عندناش دار وكلام من ده، يعني هذا كلام تجديف وتخريف. هذا كلام لا أصل له. أتحدى أي حد خلقه ربنا أنه يقول لي هو فين أصل فكرة الخلافة في النص القرآني أو في النص النبوي؟ فين؟ لو كانت موجودة أصلا في حاجة اسمها الخلافة الراشدة قعدت 30 سنة تدرج عليها سادتنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب إلى أن وقعت الحرب الكبرى أو المسمى الفتنة الكبرى. الأربعة دول كل واحد منهم ولي الأمر بطريقة مختلفة عن الآخر. ولي سيدنا أبو بكر باجتماع السقيفة وما جرى فيه، ولي سيدنا عمر بتوصية من سيدنا أبو بكر. سيدنا عمر حين حضره الموت بعد طعنه جاب ستة من الصحابة وقال لهم اختاروا واحد من بينكم، وهكذا هكذا هكذا. لو كان هناك نص أصلا ما دار هذا الخلاف في طريقة التولية. صحيح. ثم أن حتى المجتمع الأنقى اللي هو مجتمع 30 سنة، بالمناسبة كل الخلفاء الراشدين دول حكموا 30 سنة، يعني قدوا مبارك كده أو أقل منه، فال ما كانش مجتمع ملائكة ولا أبرار وأطهار. لو كان مجتمعا للملائكة أو للأبرار الأطهار فكيف إذن قتل ثلاثة من الأربعة طعنا وغدرا؟ سيدنا عمر، سيدنا عثمان،
وسيدنا علي، ومن قبل ناس اعتبروا نفسهم أحق بالإسلام كطعن سيدنا علي من قبل خارجي كان من حفاظ القرآن الكريم وجاء من وذهب من مصر عبد الرحمن بن ملجم. فهنا الفكرة الأساسية. بعد كده تحول الأمر إلى ملك عضوض ووراثي أموي عباسي عثماني مش عارف إيه كلام من ده، مما لا يقر أي نظر صحيح في الإسلام. فهنا هذه دولة كالدول التي قامت في نفس الوقت، الإمبراطورية الرومانية وانشقاق الإمبراطورية الرومانية للمسيحية إلى شرقية وغربية، ثم زوال الإمبراطورية النمساوية المجرية في نفس الوقت التي زالت فيه الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. هذا كلام دنيوي لا علاقة له بأصل الإسلام، إنما أصل الإسلام زي ما قلت النصوص القطعية في القرآن الكريم قطعية الدلالة، لأن القرآن الكريم كله قطعا موحى به والسنة النبوية يعني الصحيح. يمكن زي ما حضرتك قلت فين عدا ذلك حط خط صحيح أصل بقى فين أصل كلمة لأن الأصل في شمول الإسلام إن في دائرة شمول إلزامي هي هذا النص الذي أشرت إليه بما تشمله من عقائد وعبادات وبعض المعاملات، ثم دائرة شمول توجيهي تانية أوسع. إيه الشمول التوجيهي ده؟ يعني بيستحسن ويستقبح، يقول لك أولية العدالة المساواة التوحيد وهذا مركزها هذه الدائرة الأكبر مركزها الإنسان وليس النص الديني. وإن لم يكن مركزها الإنسان ففيما إذن الحساب والثواب والعقاب؟ يعني صحيح. التصور الإسلامي لا يعني يجعل حتى القانون الوضعي أو العمل الإنساني معاديا للنص الديني، هو يجعله مكملا للنص الديني. صحيح. الفقهاء الأولون قال لك والله عشان تقطع إيد السارق لازم يتوفر شرط كذا وكذا وكذا، طب لما توفرتش الشروط نسيبه بقى يسرق؟ قال لك لا، في حاجة اسمها التعزير. التعزير يعني إيه؟ يعني الوالي الحاكم السلطة تضع قانونا. صحيح. يمكن حضرتك اختصرت الموضوع مختلفة عن السياق الغربي، إن الموضوع لازم العودة الدين هو العودة للنصوص الدينية والقرآن الكريم. كلمة خلافة ملهاش أصل، تحرير الإسلام صحيح، كلمة خلافة ملهاش أصل، إلى تحرير الإسلام. التكفير العلني ملوش أصل، ولا التكفير ولا التفجير، وفي ممارسات في التاريخ الإسلامي من ده في ممارسات بس كممارسات بشر صحيح إجرامية جرت عندنا وجرت أكثر في التاريخ الغربي. استاذ عبد الحليم، يعني الكلام حضرتك زي ما دايما بقول لك الواحد عايز حلقات والكثير من الحلقات عشان نتكلم مع حضرتك ونوفي كل سنة المحاور. والمشاهدون والمشاهدات طيبون وطيبات في ذكرى ميلاد النبي العاشر. وحضرتك بألف خير. الكاتب الصحفي دكتور عبد الحليم قنديل يعني نورتنا في استوديو، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر. والى هنا مشاهدينا نكون وصلنا لختام هذه الحلقه من المواجهه، بشكر لحضراتكم طيب المتابعه والى اللقاء.